بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إيمانا منا بالنهوض بالواقع الخدمي والتشريعي والرقابي، وبضرورة إعادة الرمزية التاريخية والحضارية لعاصمة بغداد، وعودة رونقها ومكانتها بين العواصم العربية. وبعد التوكل على الله، اتفقت القوى الوطنية، السيادة والعزم والحسم الوطني على تشكيل كتلة بغداد داخل مجلس محافظة بغداد، لتكون الصوت الحقيقي المنتج والمراقب والمساند لمشروع الإعمار الذي تتبناه رئاسة وأعضاء كتلة بغداد وتحالفاتها، والمعبر عن رؤية وطموح واهتمام المواطن البغدادي من خدمات وتشريعات ومهام رقابية، معبرين عن دعمنا لكل مشاريع الإعمار الحكومية، ووفقا لرؤية مجلس محافظة بغداد وحكومتها المحلية القادمة، وبما يتوازى وحكومة اخوان ترى ما اشوف عيني ارجو ان تقطعون ما ينقري، وبما يتوازى ومسار حكومة الخدمات لأبناء محافظة بغداد بمركزها وحزامها ما اقدر اخوان لا تحسبوها تراني قرات كل شيء. هذا لايت انطوني لايت راح اعيده من جديد اخوان اذا تسمحون لا اقرا من جديد هي حتى اقدر احقر هذا ظلمه كلش خليها بالقاع. هذه انتم شازين منها استاذ محمد خلي دكتور عمار اذا ابي لا انا بالقراءه كلش قوي بس يلا عيد هذه بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إيمانا منا بالنهوض بالواقع الخدمي والتشريعي والرقابي، وبضرورة إعادة الرمزية التاريخية والحضارية لعاصمة بغداد، وعودة رونقها ومكانتها بين العواصم العربية. وبعد التوكل على الله، اتفقت القوى الوطنية، السيادة والعزم والحسم الوطني على تشكيل كتلة بغداد داخل مجلس محافظة بغداد، لتكون الصوت الحقيقي المنتج والمراقب والمساند لمشروع الإعمار الذي تتبناه رئاسة وأعضاء كتلة بغداد وتحالفاتها، والمعبر عن رؤية وطموح واهتمام المواطن البغدادي من خدمات وتشريعات ومهام وطنية، معبرين عن دعمنا لكل مشاريع الإعمار الحكومية وفقا لرؤية مجلس محافظة بغداد وحكومتها المحلية القادمة، خدمة لأبناء محافظة بغداد بمركزها وحزامها، معلنين ترحيبنا بانضمام باقي الكتل والشخصيات الفائزة بانتخابات مجلس محافظة بغداد. وفقنا الله لخدمة بغداد، كتلة بغداد، 4 شباط 2024. جزاكم الله خير.